أهلا وسهلا بكم وعودة جديدة لتقرير الذي يصدر عن مجموعة إكويتي. معكم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. نتحدث أولا عن بداية تعاملات هذا الأسبوع، عن انتصار تشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في الانتخابات. هذا الانتصار الساحق الذي يعني أجج الأسواق الآسيوية واليابانية على وجه التحديد بالارتفاع بشكل كبير، حيث شينزو آبي كان قد دعا إلى هذه الانتخابات وذلك لتحقيق فوز ساحق بهدف إطلاق حزمة تيسيرية جديدة. لذلك رأينا أسهم اليابانية ترتفع بهذا الشكل، ورأينا الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني عند مستويات 114 في 3 أشهر، هي أعلى المستويات. طبعا ذلك له تأثير كبير على الأسواق بنتيجة الحزمة الجديدة. نركز في هذا التقرير عن الأشياء التي ننتظرها خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث يتصدر القائمة المركزي الأوروبي وأعلانات أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون أي تغيير. ولكن خطاب ماريو دراغي الذي سيأتي بعد إعلانات أسعار الفائدة بثلاثة أرباع الساعة يوم الخميس سوف يكون له الجزء الأكبر من تركيز المستثمرين للوقوف على أي تلميحات بشأن مستقبل برنامج التحفيز النقدي. نقترب أكثر من الموعد الذي قد أشار إليه في خطاباته السابقة في شهر نوفمبر بأن تعديلات كبيرة سوف تجري على السياسة النقدية في المركز الأوروبي. ثانيا، ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية القراءة الأدفانست أو القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام. التوقعات عند 2.6%، انخفاض من 3.1% في الربع الثاني، طبعا بنتيجة الإعصارات التي كانت قد ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت على أداء الأسواق إجمالا. لذا من المتوقع متابعة هذه القراءة. ثالثا، يأتي على القائمة مجموعة من إعلانات الأرباح للشركات الأمريكية على رأسها عملاق الإنترنت ألفابت، إضافة إلى مايكروسوفت وبوينغ وفورد وأمازون، جميعها ومجموعة كبيرة من الشركات ستعلن أرباحها عن الربع الثالث خلال تعاملات هذا الأسبوع. رابعا، لدينا من المملكة المتحدة أيضا قراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، مهمة جدا هذه القراءة للوقوف طبعا على وضع الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يحضر فيه البنك المركزي البريطاني لرفع أول خلال عقد من الزمن، أول رفع له في أسعار الفائدة. وأخيرا، ننتظر من البنك الكندي المركزي كذلك محضر، ليس محضر إنما اجتماع أسعار الفائدة، إعلان أسعار الفائدة من المتوقع أن يبقى عليها دون أي تغيير، ولكن قد يترك الباب مفتوحا لرفع في شهر ديسمبر. وكالعادة جولتنا الفنية على بعض أهم المنتجات، ونبتدأها كما تعودنا من مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقترب مجددا من مستويات 94 مرتدا من نسبة تصحيح فيبوناتشي التي كانت عند 61.8% وموافقة للسعر 93.68. تحدثنا عنها خلال التقرير الماضي أنه الارتفاع فوق هذه النسبة سوف يعيدنا مجددا أو سوف يمكن المؤشر الدولار الأمريكي من عودة وزيارة مستويات 94 التي هي تعتبر مهمة جدا. طبعا في هذا الوقت لابد أن نشير إلى أن دونالد ترامب اصطفى 3 أشخاص لمنصب رئيس الفيدرال الأمريكي، والمفاجأة أن جانيت يلن من بين هؤلاء الأشخاص الرئيسة الحالية للفيدرال الأمريكي، إضافة إلى باول، وكذلك لدينا المرشح تايلر عميد جامعة ستانفورد. طبعا ذلك من شأنه أو جميع المرشحين الثلاثة مؤيدين لسياسة التيسير، عفوا التشدد في السياسة النقدية وإمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. لكن خلينا نقول أداء الدولار الأمريكي سيكون مرتبط بشكل أكبر بقراءات الاقتصاد الجزئي التي ستصدر خلال تعاملات هذا الأسبوع.
ويعني نكون واضحين، مستويات ال 94 قد تشكل مستويات مقاومة مهمة، اختراقها سوف يسبب ارتفاع قوي في أداء الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، وبالتالي أداء زوج اليورو دولار الأمريكي على المحك في الوقت الحالي، خصوصا مع اقترابنا لمستويات الدعم اللي هي عند مستويات 17 25 تقريبا، نحن الآن عند مستويات 17 44، فعلها أكثر من مرة، ارتد من هذه المستويات بالاتجاه الصاعد، بالتالي أي عودة إلى ما فوق مستويات 17 75 ستمثل ارتفاع نحو مستويات 18 70، بالتالي الكسر دون مستويات ال 17 تقريبا 25 إلى 17 15 سوف يؤدي إلى انخفاضات بحوالي ال 60 إلى ال 100 نقطة بالاتجاه الهابط. ولعل يعني خطاب ماريو دراجي هذا الأسبوع في وإعلان أسعار الفائدة من المركز الأوروبي له تأثير كبير على تعاملات اليورو، خصوصا أنه قريبين من مستويات الدعم، لا أفكر أبدا بصفقات بيع، إنما أفكر أكثر بصفقات الشراء، لكن أحتاج إلى التأكيدات والانعكاس والريفرسال بالاتجاه، طبعا إمكانية الدخول فوق مستويات 17-75 مثل ما ذكرنا لكم. بينما الذهب يؤكد الاتجاه الهابط، هو مستقر دون مستويات 1277 دولار للأونصة، بالتالي يعطينا يعني مزيد من التوقعات بأن الاتجاه القادم على الذهب بمزيد من التراجعات، استهدافاتنا هي لا تزال عند مستويات 1266 دولار للأونصة. اللي كان متابع بفيديوهاتنا السابقة، نحن دخلنا سيل اوردرز على الذهب من مستويات 1301 تقريبا، وكان الهدف البعيد بالنسبة لنا هو 1255 دولار للأونصة، تم إنجاز أكثر من 60% من هذا الهدف، وطبعا 80% بتكون لما نوصل عند مستويات 1260 دولار للأونصة. هذه هي المنتجات الأبرز التي نريد أن نسلط الضوء عليها اليوم. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في فيديو يوم غد.